بونجور، جود مورنينج وصباح الخير. اليوم حلقة مميزة مميزة. أول شيء ماينس 18، سوبر اكسايتد. وي هاف اميزنج جيستس وذ اس توداي. اتس جيتينج بيجر اند بيجر. بلشت اثنين لحالنا أنا وياك، وهلا هيك الجروب كبران كثير. عم نطلع فيه لا طلع فيه عم فكر كم ميكرو بدنا نشكر، كم كاميرا بدنا نشتري بعد، يعني صاروا أربع خمس كاميرا. في برودكشن، في برودكشن، حاسس في بوم مايك حيكون بعد فترة. How are you today؟ نحن اليوم بماينس 18 هالمحل البوز العظيم. ياسمينة ثانكس، ميرسي انك قبلتي تقعدي معنا، انا كثير مبسوط. ماينس 18 بلش مع ملبوزه، صار هلا بعد المحل رجع نحكي عنه. صح. نال معنا، شرفنا. ما تسأل علي كثير اليوم مدام، جربي يعني. بس كان بي ايه شوي شوي عليه، اللي بيسمعه بيصدق. ايه شوي شوي هاني وربيع كثير والله. انت ما بتحس هيك؟ بدنا نبلش نحضرهم كلهم سوا، انه نحن ولا 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 مره حضرنا الاسئله. الستات عرفوا انه رح نقعدهم على الطاوله امبارح وعم بيعذبونا بدون اسئله. صح. ف انجوي ذا شو. انا انجوي ذا شو. يلا انجوي جو. خلص كبا، شفت كيف؟ ما انا عم اقول عنه، خليني اسمع. This week and last week actually we celebrated the Women's International Day. You celebrated. I don't celebrate it. بلش منيح. بونجور، ونرجع بنعيد الحلقة، نبلش الأول. أوكي، هيكسر بدنا آيس تي. ساجيت تحط صور عن وومنز داي، قلت لي شو هالخبرية؟ شو رأيك فيها؟ ما بفهم ليش بدي أحتفل بيوم المرأة، بنحتفل بيوم الرجال؟ ما بعرف، أنت خبريني. أنت رجال، أنا مرأة، هيدي معطيات ربنا، وليه بدي أحتفل بيوم المرأة؟ شو ناقصنا شيء؟ بعقلي بقوتي تاحتفل فيه؟ هذا حقي، خلقت على وجه الارض مرأة او رجال، ما بهم. بعدين كل انسان بيعمل اللي هو بيلاقيه. يعني قد ما بنعمل قصص مهمه لازم هيك يعلونا اكثر بعد. مش لا، بس انه كمان انه كل واحد هو بيعمل اللي هو بيشوفه. ايه يعني ايه. انت بتحب تشتغل، غير مرة ما بتحب تشتغل، او انت بدك تناضلي كرمال كوز تعمليها، غيرك ما بحب. انت لما بتروح على الشغل انا بزقف لك بقول انه انت ماما كنزه. او انت لما بتاخذ حق الحيوان، خلينا نقول بقول لك برافو اخذ حقه. عادي انه هدول اشياء بمعطيات الحياه و يومن. عادي عادي، نحن خلقنا على وجه الارض في رجال وفي مرا. يمكن في ايام اشياء عند الرجال غير عن المرا، مش يعني اعلى ولا يعني اوطى. المرأة كان مالتي تاسك، الرجال كانت ما بهينك لأنه يو كانت، إنه عادي هدول معطيات الحياة. بس كمان الرجال في يعمل إشياء يمكن المرأة ما بتقدر تعملها. سو ما إنه هيدا غلط ولا هيدا مزبوط. بحترم اللي بيعتبر حاله فيمينيست وبحترم اللي بده يحتفل بهالعيد، بس أنا personally بعتبر إنه أنا ربنا ما نقص علي شيء، وماني عايزة حدا ياخذ لي حقي ويحتفل فيه. أنا بحتفل بنفسي كل يوم بعيشه بهالحياة، ماني عايزة هالشي. أنا بحس حالي لما حدا بيقول إنه I'm a feminist وحقوق المرأة، بحس حالي diminuée، يعني إيه إنه بحس حالي إنه بالعكس عم بنهين، بدل ما شو اسمه. برجع بقول بشخصيتي ما بحب أقول عن حدا غلط وحدا مزبوط، بس عم بحكي عن حالي. يعني وقت حكينا أنتوني وأنا بخصوص الإنستغرام بوست، قلت له personally ما I don't mention it، انا هيك ما بلاقي انه الا معنى. If I look into history, the reason why there is Women's International, does anyone know? I don't even go into this. So it actually originated in the States in 1911, just because there was a bunch of ladies who worked and accomplished a few tasks. So this is something we said, and little did they know, in a time later passed by, and one of the American presidents decided to say, let's claim it as a Women International Month. That's it. It's not a global thing. It was something to do in the United States. 5-6 ladies that changed a few things in the country. That's it. Hatta nothing even related to what's being fought today. Interesting enough, tonight, بحلقة Cruising with Rabs, في معي صبية اسمها ستيفاني. She's one of the girls that speaks about women and how they should be to step up and speak up. But I love how she described, you know, I'm not here and we're not here to say that we need to do something better than you or vice versa. Relax. We're saying we complement and complete each other. So I love her balance. I know she's 28. But I'm not here to say that we're 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 here to say that we're
عادي عن الزلمة انه هو يروح يشتغل وانا اقعد بالبيت او it's about انه he spends I don't, it's about we both work together, we both spend for each other and وما في تعليمة على الخبرية يعني مش انه انت اعطيتني انا ما اعطيتك so that's not the aim of women empowerment so and this is why كمان she says in the episode انه it's been very misled and taken into unfortunately like everything else يعني everything else goes out of extreme Valentine was a very small event هلا صار كتير out of the box حتى Mother's Day أنا بالنسبة لي في أربع Mother's Day ما أعرف مش حتى على Mother's Day مش متفقين إيه مزبوط but still it's interesting to know إنه the reason why this month or why this Women International Day is not why it's being celebrated today it's for the original reason 100 years ago صار حركة بأمريكا قرروا إنه شوي مثل قدروا هذا الشيء and that was it today it's been taken I think a bit commercially do we agree In my opinion, برجع بقول كتير مهم إنه نقول إنه أنا I don't judge اللي بيعترفوا بهالعيد و I don't judge personally الفيمينيست. بعتبر إنه كمان خلقنا على وجه الأرض كل واحد حر بنفسه ما حدا إله حق to judge someone else. بس أنت عم تسألني رأيي إلي أنا. أنا personally ما بعتبره عيد ما بعتبر إنه الفيمينيزم شيء أمي فيمينيست. بس إنه كل حياتنا we argued about this. أنا بالنسبة لإلي هدول أشياء منو موجودين انا مثل جوزي مثل ما بحكي بيحكيني بعد ما احس عليك انت جاي لعندك انا لا انا انا لا انت عم فكر شو عم تقول انا برايي كل يوم عيد المراه لانه المراه اللي بتعمله عن جد شيء مفيد great and that's why first of all thank you for hosting us at your beautiful place and this is one of the reasons coming you're here today so you run the show you have females and girls who work with you in the team and today it's interesting to know انت you work day and night like مثل جوزك مثل حتى ابنك بنتك كيف شلون في بعض بتلاقي في فرق في فرق لا ما في فرق بالعكس المرأة عن جد لا مش عم يمكن رأيها هيك دوت على قصص انه مزبوط احنا ما بدنا حدا يجيب لنا حقوقنا حقوقنا موجودة مش هيك بس انه كمرأة تشتغل بتخوف المرأة قصة كبيرة إذا بتفكر شو بتعمل هلا أوكي رجال بيروح بيشتغل ليأمن كل هالعيلة مالنا مسحة بس كمان المرة شو بتقدر المالتي تاسك كيف بتلحق بين جوا وبرا كيف بتربي الأولاد وتهتم بجودة وتهتم بشغلها وتلحق على كذا شغلة مش مسحة ربيع أنا وياك كتير كان في ناس ما بتحط حضانة تقال الدم وهيك رجال بقلب الفيديو فيمكن هلا يعملوا اون فولو او يطلعوا ما بقى بدنا نكفي فقبل ما يطلعوا خلينا نستفيد من الموضوع صحيح وتخبرنا عن ماينس 18 فاسمع ماينس 18 اند ذن يو كان ستوب واتشينج بس هلا خلينا نتكلم عن شو هو ماينس 18 كيف بلش يلا بلشنا من سنه ونص تقريبا بلشنا باونلاين كنا قاعدين من كورونا وكل العالم راحت اكثر اونلاين شوب اونلاين كل شيء قلنا نحن بنبلش بالامارات باونلاين كيتشن اوكي وبلشنا هو الكونسبت اكثر ايس كريم ديزرت مش بس ايس كريم باي سكوب اكثر شيء كل نوع الديزرتات الحلو لنقول الاكليرات كل التفاصيل تبعولها بكذا فليفر من القصص الفليفر العربيه اذا بدها وقصص الاكثر المعودين عليها شوكولا فاني اتسترا هيك بلشنا بكونسبت انه بدنا توصل علبه حلوه على البيت وما في لزوم حتى بصحن ثاني هي الكونسبت انه بدل ما نكون قاعدين يجي جاتو شوكولا لحاله مثلا بس جاتو شوكولا انا اذا ما بحب الشوكولا ما باكل ديزرت القصة لا انه في كذا فليفر بقلب العلبه ونقدر تو بيك هيك بلشنا هلا من بعد سنه قلنا لا هالجام الكبيره قديش حلوه حرام تبين على العالم لانه بالاونلاين قد ما نقيت يا اذا ما لك جبت نقي اول شغله اول شغلتين ما بقعد لك جد كثير تطلع والصوره قد ما صورت صوره حلوه ما بتعطي مثل ما تجي على المحل وتشوفها يعني هيدا الاكسبيرينس ايه انه اجينا قلنا هات لنفتح محل نجمع كل هالقام مثل ما هي حتى تبين بفريجز كثير حلوين تبين ويكون في كافي اريا كمان حدا من على بكره الواحد بده يجي يتروق ياخذ كراسون ياخذ قهوه النسكافيه تبعه هون بلشنا انه لا اوفر هات لنقي ننبش على محل يكون عندنا الاثنين ايدنتيتي بقلب المحل وتكون ذا هول اكسبيرينس شو صار؟ واحدة من الكاميرات وقت بس مش بقى هي كانت القصة سؤال هلا هون لازم قلهم ناخذ وقفة
فيك تقول لهم فيش كذا قول. ايه انا بناخذ وقفه صغيره مع الاعلان. هلا نحن ما عندنا اعلان. بص اذا حدا بحب يحط اعلان سبونسر بس تنظبط كمان. الحمد لله على السلامة. لا من بعد ما شفتوا الدعايه اللي ما عندنا اياها فان شاء الله شي حدا بيجي يعمل سبونسر للبرنامج نحن رح نرجع نكفي. ماينس 18 بلش مزبوط، بلش دليفري. بتذكر عبالي انا هيك تخبر الاكسبيرينس تبعي كمان مع ماينس 18، كنت جاي على دبي بالاوتيل، بعثوا لي الايس كريم كون او رول اللي كثير مهم الناس ترجع تشوفه، عملوا دليفري عندكم على البيت. اتس ان اكسبيرينس للاولاد، فاميلي جاذرينج، قصقصون حطون بسكوي كلون وادكشن. شو ادكشن بالعربي؟ وبطل فينا وقت ادمان ادمان ادمان. وكل ما اجي على دبي بلشت اكل منها، وكل ما اجي على دبي رجع نعملها. اند ذن بالمحل اليوم في الايس كريم ساندويتشز، قصه كثير كبيره. وكل ما اجي على المحل بعتقد كل دبي صارت تعرف الايس كريم ساندويتش انتوني بحبه، ودائما بطلع فيه بتقولي لي طب فينا ندوق شيء ثاني، بقول لك لا بدي هاي. بس انا لقيت انه معه حق، لانه انا اليوم اول مره بدوقها شغله كثير قصه. اول شيء من البسكويت القليل اللي ساعات بفوتوا على الفريزر ما بينتزعوا، ما بيعضموا، ما فيهم مي تيقرشوا، البسكوي بضل بسكوي بتفرط مظبوط. البوزر اللي جوا عظيمه، شوكولا عظيمة. يعني ما بعتقد في بوزر بعد هاي اند اكثر من هيك، يوزينج ذا بيست انجريدينتس ايفر اون ذا ماركت. اند ذن الشوكولا يلي قطع فتره كثير كنت تقول ليش الشوكولا ما بيجمد، لازم يجمد، ورجعت اقتنعت وفهمت انه لا ما لازم يجمد، لانه الكواليتي تبعه عظيمه يلي ما بتلاقوه بمحل بوزر. لا تيجمد بده يكون غير بلاتري وشطت. انا بنجيب وحده، خلينا نجيب وحده. بعدك مروق ايس كريم ساندويتش وكراسو ايس كريم ساندويتش. ما تخبر ما تخبر، لانه هو بيقول لهم للعالم انه هو بيدو ايه صح. البرين فريز نحن جلد دماغنا، هو بعده عم يلعب سعاده كان حرق. لازم تفرجيهم How has it been running the shop ever since it opened, ever since you started the kitchen? How was it? And we're asking you being a lady again. Okay, لحلك شغلي ما رح لك كانت هيمة. منا مسحة تفتح بالإمارات، لأنه البلد هاي إند على الآخر، يعني محل عادي ما بيقلع. يعني بدك تشتغل بكل التفاصيل، العلبة من المعلقة للميوزك لليونيفورم للبرادات للبوزة للديسبلاي. يعني ما فيك تفوت، مش انه ايه فتحنا محل بوزة. انا ما بقول احنا معنا عم تحكي رولز رويز ايس كريم، مش عم نحكي بوزة عادي. لا، منجيب كل الفواكه مننظفها مننغسلها منعقمها ومنشتغل فيها، يعني مش انه عم نجيب كولورينج ومنزيد اوكي. So, no purees, no preservatives, no colorings. كله فريش 100%. مشان هيك بتعطيك هيدي الطعم اللي عم تحكي عنه انتوني، انه انا بقول اذا واحد يشتغل قصص طبيعيه وفريش نو واي ما يعطيك طعمه طيبه. اوكي في فانيل، فانيل مش معقول. فانيل جوز دو فانيل، فانيل دو ماداغاسكار، يعني عم تاخذ الهاي اند، مش انه انا كنت عاملها لما نلعب لعبنا نسافر على ماداغاسكار بس بطل بدي اروح. خلص هي موجوده هون، موجوده هون. بقى كنت عم تقلي انه كيف كانت صعبة، منا هينة، لانه خاصة وقت بتبلش اونلاين، وقت بتبلش اونلاين انا بقول لهم دايما ال human interaction. اوكي هيدي الحلو، وقت واحد بفوت على محل بده ياكل ديزرت ايس كريم ولا غير ايس كريم بده يشوف الطعم. اخذ الزلمة بلش ياكل من عيونه فيك تعرف، او اذا هز راسه او اذا عمل، عرفت كيف؟ يعني هول التفاصيل الصغيره بالاونلاين ما بتشوفهم. يعني اوكي طلبوا قالوا بليز بدنا او ديليفرو او يلي هي طلبوا راح اوكي حب ما حب رجع تلفون، نسينا نعرف من ورا اذا رجع عمل ري اوردر. هون صارت قصص. Your way of thinking is very perfectionist and you are a perfectionist. I have to agree. I've seen you, I've experienced it. Do you think this is the right way of doing you can running the business to make sure from A to Z the experience is complete؟ لانه انت بتبلش يعني من وقت ما بيجي اوردر لوقت ما يوصل اوردر لمن بعد الفولو اب يو ريلي فوكس اون ات از ا بزنس. انا برايي لواحد ينجح، هلا اوكي ما في بيرفكشن، بس اذا دربنا قد ما فينا نوصل للبيرفكشن بدك تفوت بالديتيلز. بدك خاصه انا ماني بافريقيا، افريقيا يمكن اذا بتحط ما بعرف شيء هون كل شيء فيه، كل شيء فيه وكله كبير وكله نظيف وكله مرتب وكله باي ذا بوك، مش انه حيالله محل عم تفتح لتبين انه كومبيتيشن. ايه انه بتخوي، مشان هيك انا بقول له يعني انا في شغله بقولها، يعني بقول له بدنا نكون اسال من السائل. امبارح عم خبرها لنال انه
السقيل مش بمعنى العاطل. يعني هذا الزلمه البيكي، لان انا شخص بيكي بحب يصلي الباكج مثل ما انا كيف بحب يصلي الباكج مرتب نظيف حلو. هيدا الشيء عند المرأة كمان، هيدا الشيء عند المرأة هيك بحب يصلي مثل ما انا بحب ابعته هيك، انه من انه بيصلي هيك بحب ابعته. لا ما هيدا اللي قلنا قبل شوي، انه في اشياء بالادان تبعنا بالجينز تبعنا بيفرقوا بين رجل ومرأة. ما بقى تطلبوا equality، we are not equal، بس مش يعني حدا اعلى من الثاني. بس البرفكسيونيزم اللي هي بتفتش عليه، اكيد جوزها ما بيفتش عليه بنفس التفاصيل، بيكون هو بيفتش على شيء ثاني. انه كومبليمونتير كمان. I'd like to add and tell everyone, in every man there is a woman and in every woman there is a man, and the energies inside of you balance each other. It's not about what we can and what we can't do, it's about the energies that complete each other. وحكينا هذا كمان بحديث مع ايناس مره، انه energy كل شخص فينا عنده طاقه نسائيه ورجاليه بتاعتنا. So that's why it's we all look alike, but I will agree with you, we are not equal. عشان احس حالك بالاكل عبالي اتضحك واتسلى وخبرهم خبرهم كيف انا بعلمك الطبخ. سوري انا حاضحك انا حوقف معه بيتك امبارح قايل على الكاميرا هي بتطبخ انا باكل. جوب ديسكريبشن واضح، جمله عندي اياها ابدا. بعدة حلقات ربيع من اخر 3 4 5 سنين 10 سنين، ودائما وان كان معك ان كان بسرده ان كان وين الانترفيوز بعمله دائما برجع بذكر انه انا فيني اقول مشي بلا سندته. فما فيك تكون ما فيك تكون رجال مثل انا، ما فيني اكون مثلك. كل واحد منا عنده جوب ديسكريبشن كثير واضح، بنكمل بعضنا كثير. هلا بكل اكلاتي انا ما فيني اعمل شيء، بس انه ديو ما بقرب له على اكلاته، ما بقرب عليه، بخليه هو يعيش وانا اعيش، وقتها لازم نتلاقى بنتلاقى. هي احلى طريقه تنعيش. يعني كمان اتس تشالنج. Both of your husbands are businessmen. They fly around the whole time. They travel a lot. They work abroad. So they might feel distance. You have kids to handle. You have set many business coming at home that you do cooking shows and you run the show. It's not that easy. And you support his businesses in Beirut. نفس الشيء كمان أنت يبا. How does it feel sometimes being far and alone and doing those challenges? كثير صعبة. So do you say at this point, I need that person by my side, or do you say I can only do it and I don't need anybody else? لا we need it. روح جيب علبة كلينكس. لا لا أكيد لا. أحلك شغلة إنه نحنا أوكي سوبر وومن مش مختلفين. بس إيه أكيد لا إنه إيه. لبس فلاس سوبر وومن. إيه مثلاً إيه ولا انتبهت لها هي أوكي. بس إنه لا we need them بقوة. يعني أنا برأيي أنا بقول له إنه فادي الموتور تبعي. يعني في موتور وفي كل هوليك. هيدا ما بيمشي بلا الموتور، والموتور اذا هوليك كلهم مش ماشيين شو بيمشي على الفاضي. فيني كمان هون هيك ما في وقفه مع الاعلان هون عم بفتح براكت ونقول له عن جد نقول له فادي مفكر فيه. وفادي اليوم ما فيكم معنا، بس فادي كل ما جرب صور معه بيقول انا بدي اصور، ما بدي اتصور، بس فادي رح رح نرجع نصور معه أكيد. حلقه اكيد اكيد اكيد. سوبرمان بنحبه كثير، لازم يكون معنا شي نهار. هو the big success ورا كل هالشغل وهالتعب. That's what I'm saying. يقعد بعيط علينا كل النهار وperfectionist وكل شيء. So together تتعرفوا على جوزة قريبا يعني محمية مية. متى تعرفتوا على جوزة؟ الحمد لله. سألتيني السؤال قبل شوي، قلتي لي why this. Thank you to my first coach Michael Jordan بعظمته بكل شيء بيعمله، the greatest of all times. This is when he launched a shoe for his mom. So look, I got goosebumps. Ah, Emma, مش الكوتش طبعا. No. So thank you to my first coach. Oh, wow. إيش. Exactly. So I'm saying. حلوة. حلوة. So this is سألتينا بشوي عن جد. إنه everybody needs that feminine side in life, and I think that's why. It's not only the feminine side again. ربيع عم تغلط. It's a deal. الزواج هو it's a deal. هو وقتها بيقولوا كونترا برا، يعني عن جد مزبوط. هو it's a deal، متفق عليه لأنه منحب بعض أكيد، لأنه إذا ما منحب بعض ما فينا نضلنا مكملين بالديل. أنه أصعب شيء معقول الإنسان يعمله على وجه الأرض هو الزواج. ما بيعود في أنا، في نحنا، ما في أنا. And this is something very difficult. يعني أنه الواحد يفوت على شيء يقول خلص أنا ما عاد موجود، في نحنا. So it's a deal، منحب بعض فينا نكمل فيه.
قادرين نضحي on a daily basis بكل ثانية وبكل دقيقة فينا نكفي فيه. إذا منا قادرين ولا رجل ولا مرة بيقدر يكفي فيه يعني شيء كتير 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 صعب. قلت لنا قبل إنه كيف فينا نعيش بعاد عن هو كيف في يعيش بلاي وأنا كيف بقدر عيش بلاي كمان اتصدق. من سنتين إجا قال لي شو رأيك شو بدنا نعمل، اتفقنا إنه نحنا منحط خطة على قديش فينا نعمل هيدا الإفارتة نقدر نكمل بحياتنا وبالطريقة اللي بدنا إياها، واتفقنا نتفق مثل كأنه it's a business deal. مش هو بيقرر بيجي بيقول لي أنا فاليل، ما بتصير الأشياء هيك، ولا أنا بقرر وبقول له أنا رح أعمل هيك. It doesn't happen this way. So كل شيء is a deal. مش إن هيك بنظري it's equality، يعني مش إنه أنا بكل راسه لأنه أنا قوية هيك بينقال، أو هو بكل راسه لأنه هو الرجال. ما بتمشي ولا هيك ولا so هيك. So we don't need to say things like those. I'm not sure why some statements are even said. أنا ما بفهم العالم. I want to ask you a question that ran through my mind. شو هي المرأة بالنسبة لك؟ إيش سؤال قوي. دي أجوجل. إيش نفس نقلني شو هي المرأة؟ إيش؟ مش حقلك كل شيء بس برس كل شيء. نعم. It's the core. She is the core of everything. إنه المرأة هي بتحمل، هي بتخلف، هي بتربي. الرجال والمرأة إيكول ومنعرفهم واللي بدك إياه، بس أنت ما بتعرف تربي مثل ما أنا بعرف تربي. هيدا بال. هذا بالفرنساوي هلا بدي يتمسكر. لا. شرشي لفام ورا كل شيء في مرة. أكيد. إنه المرأة لو ما هي اللي بتعرف تربي مش هي اللي بتخلف. ما لو ما من حواء آدم كان طلعنا لفوق قلمت التفاحة وزربونا على الأرض. هيك وانتو زعلانين زعلانين انتو بالتفاحة. سو المرأة هي إذا بدك الأساس، مش الأساس إنه هي أهم، بس هي هيك ربنا خلقها هي الأساس، ومنها قديش هي بتاعتي قديش بيطلع على حواليها، قديش هي فجرة و وأنانية وعصبية وكل الأشياء العاطلة قديش ما بيطلع لها بالحياة. صحيح. قديش بتنقلب عليها دون هي موجودة بتحب جوزها، جوزها بيحبها وبيعطي، بيعطوا سوا الأولاد بتربيهم بطريقة معينة بيعطوا. Achievements throughout your life give me three that you are proud of. العائلة طبعا، العائلة ولادي والعائلة اللي عملناها اللي هي تعرف اوقات بدك تفوت هيك وحده اول عائله ثلاثه اول شيء عائله اكيد. ثاني شغلي يلي I'm very proud شو عملت. ثالث شغلي ايش صعب السؤال. ثالث شغلي حضرهم بدك عيكم اليوم. ايه عن جد خايفه قالك اياهم بالاول. انا عم فكر فيهم. انا عندك وقت تالت شغله ما بعرف قول هن مين دي. You wanna think about it and let us know. I'm sure you know the third achievement. I guess بس achievement عم تحكي مش شيء انت يعني انت شيء عملته. ايه بس it can be an achievement انت within you ما ضروري يكون شيء. نال بتبلش بتكون انت جوا الشايته في انه من نال ولا لا؟ نال three achievements. I would say أول achievement هو أنتوني. كيف؟ لأنه سوا كبرنا. So أنتوني as in مش إنه أنا عملته. I mean أنتوني إنه وين إيه إنه وين وصلنا اليوم هو أنتوني الشخص شو بيقولوا؟ public person. Public person. ال persona تبع أنتوني let's say. تاني شغلة العائلة. وتالت شغلة would be something انه شخصي منه achievement as an achievement بس هي الايفوليوشن تبعيتي او تبعيتنا سوا throughout the years كيف كنا وقديش تعذبنا توصلنا واليوم وين صرنا. يلا بتلاتة فيهم الاولاد طبعا حدا يفكر ما حكيت عن اولادها يعني انه بتلاتة العائلة هي الاولاد يعني فينا نفوت هون. طيب اذا 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 نحن هلا ظهرنا بيعوا انا منا موجودين هون وعملنا هيك 5 minute interview انت بتسال يا سؤال وانت بتسال يا سؤال نحن منا هون نحن مش هون انا شو بدي اسالها سؤال عم تعملوا انترفيو بتسالي لها سؤال تجاوبنا عليه وات وود بي اللي بيلاقي السؤال قبل اللي يبلش مع الثاني. شو بيزعجك بانتوني شغله وشو بتحبي اكثر شيء بانتوني؟ ها
كل شيء بيزعجني فيه. لا انت طريه، لا في كاميرا، كل شيء بيزعجني تحت الهواء، كل شيء في كثير اشياء. اوكي، كثير اشياء بيزعجوني فيه. فيني نقلك؟ لا، ليتس سي اكثر شغله بتزعجني فيه هلا عن جد، انه عنده هذا الكتاب بده يربي العالم، لانه بيعتبر انه he needs it's his mission يعمل the world a better place. So ما بعد ما اقتنع بعمره انه ما راح نايم في شي مره على الصوفة. لا دامت، لا اوكي، هيدي الشيء النيجاتيف. البوزيتيف انه it's a positive and negative بذات الوقت، بس تي بتقلبه بعده لليوم بيأمن انه الانسان كتير طيب حواليه، عنده القدرة يشوف بكل إنسان شيء طيب، ورس في عالم بيوصلوا لعندك بيكونوا مهريين ومبينين، بس أنتوني بعد عنده القدرة يفكر إنه هالإنسان فيه شيء منيح. دايما يعني هيدا الإنسان بده يكون عنده القدرة يعمل هالشيء، أنا ما عندي هالقدرة. واو، هيدا إنه كبر نفس منه. دوري ما عم فكر بالسؤال، بس انا I'm not an interviewer. You wanna wait and come up with a question? Yeah. Okay. ما. في شغلة ياسمين، انت كمان before the ice cream you are I'm an optometrist. Yes. ايه من background. ايه لحلك تشوف البوزة اكثر. ايه اكبر الفاني بتشوفها كلها. Guys, I think اذا بتروح لعند ياسمين على البيت I think she has a large collection of eyeglasses. اذا حدا ناقصه I think في كتير دول عندها. هلا خلص سكرنا. كل يوم بتغيرهم. هلا سكرنا. ليك هلا انا اصلا قبل فاميلي بزنس كان اوكي بالاوبتومتريست، جاي من من باك جراوند اوبتومتريست، وغيرنا وقت انا قلبت كارير مش من كتير زمان، من 6 سنين اجى فادي وقت بقول لك هو الموتور اللي عبالي اعمل رولز رويس ايس كريم، يعني بدي شيء واو مش دي كانت بوزه. من وقتها واو، هي من سبع سنين. اوكي، قلت له اوكي، قال لي بدك تساعديني، قلت له اوكي انا فكرت تساعديني انه ايه بساعدك مثلا بالايفنتات بالباكجينج قصص اللي انا بحب اعملها وبالبي ار مع العالم. بعد جمعه تلفن لي كمان، انا بقول الفحص عم بفحص شو ما قلتي لي، قلت له بشو، قال لي بدنا نبلش المحل مشروع ايس كريم، قلت له فادي اي مشروع ايس، قال لي ما حكيتك فيه لانه فادي هيك و... قلت له لحظه عشيه بنقعد وبنحكي انه هيك صار. قلت له اوكي، بس انا اذا بدنا نفتح هذا المشروع انا بدي ماي بيست فريند يكون معي، لو كنا عم نحكي بدنا نعمل شيء سوا كثير متفق. اوكي هيك صار، اخذ معنا سنه البروجي ليركب، يعني كونسبت عم تعمل كونسبت فروم سكراتش، مش بوز عملنا كوبي بيست عن غير محل. اوكي هيدي عم نحكي ببيروت. صارت الازمه بلبنان هلا ريسنتلي من سنتين، قلنا لا بدنا نجرب نفكر بشي تاني، بلان تاني، في ولاد، في مستقبل، في شي تطلع برات البلد شوي، وهيك صار جينا قلنا بنعمل اونلاين اتسترا اتسترا. I love the positivity. بعدين قال لك شغله، في شغله ما قلتها يمكن، وهيدي دائما بقولها، فكرت ليش وقفت سكرت كومبليتلي، انا شكيت مثل انا بقول شابيت تشابتر تويتو، عن جد تويتو ب ما في جمعه سكرنا وبعد كل شيء هون، عن جد بيسيل هابينس. يعني انا بقول لهم لحظة شغلة أنتوني، وقت بكون عم تتغدى أو عم تتعشى، تتغدى اللي بدك إياه، وقت بيجي الديزرت كلنا منجلس، إجا الديزرت إنه خلص منرجع منجلس بارتي له معدي، لا لا عن جد إنه معدي على جنب، بقول له بتي لا ما بدي كتر لأنه في ديسير طيب، في بامبردو، في كذا في كذا، بلاحظ أنت بالديسير بقى وقت بيفوت أحد عندك بكون زعلان أو منه طايق أو معصب، أول ما بياخد أول سكوب ببلش يروق هالشجر هيك بيرجع بيعطيه جود مود. Again, I love the positivity. I love the vibes. I love that. Come in, two ladies on the table today are full of life. يعني ما في لأنكم اثنيناتكم full of life. بتحبوا الجامعة بالبيوتكم، بتحبوا تعملوا هيك gatherings, and this comes within your character. يعني أنت أنا هيك الشبعان وشايف your gatherings بالبيت. Do you appreciate? Do you know all this good stuff? بنيلك كل الزهور العالم. طب شي بهديه بقى، ما بشي بهديه بقى. نفس الشيء. بس انا ايه بجامعات انا طبخ زيرو. انا ما بتحطني بالمطبخ. بيضة. لا منبا. بيضة اذا بدك ايه. بيضة نية هيك. فكرتك فيها. لاحظت ريسنتلي انه عن جد انا كمطبخ كدسير كتير بحب. هلا عم فوت على المطبخ عم هيك بخترع قصص كتير بحب.
بس ماني انتو كيتشن انه اقعد اطبخ وستيك وسلادات وباستا ابدا ما بحب مش انه ما فيها ال what's your favorite thing that you do throughout the day that makes you بتقول النال بتعطي لنال شيء تعمله بالنهار بيساعده ما بعطي نفس الشيء ما عندي وقت بعد اعطي نفس الشيء لانه اولادي بعدهم صغار لا طب طبيعه الحياه يمكن طبخ anything بس it's لا وقت بتقول عم تعطي حالك شيء يعني بيجي وقت بيكون عندي مثلا ساعتين ثلاثه بالنهار لإلي Yeah. وير ما عم بطبخ لعائلتي ما عم بتأكد إذا جوزي تأمن له كل شيء ما عم بتأكد إذا الولاد عم بيدرسوا هيدولي كلهم بعد كتير بكير ولادنا يعني الكبيرة رح يصير عمرها 12 سنة وهوليك يعني في سنة ونص بين كل ولد بعد بكير أنه بس بأكد أنه ساعة بتكون أنت بتطبخ بتكون إنسان تاني لأنه بتطبخ طب أكيد يعني أكيد مش معقول مش أكيد. بس أنه نعرف نطبخ نقرا الرسالة ونعملها في باشن في مود في باشن في فايب بالمطبخ في كأنه عم تعمل كونسرت ميوزك وفي 50 واحد عم بتديرهم بالمطبخ في غير قصة بس انت بترجع يعني حتى انتوني with all the trips he does around the world and I see him بحسه كمان بس كنت ارجع لعندكم على البيت بلبنان بحسه بيرجع كمان كأنه ما شايف اكله عنده اكلك بالدنيا هلا عنده بحب اكله كثير بس عنده شخص بحب له اكله اكثر مني مش رح انسي له اياها اي بس هيدي بدك تشتغلي عليها سألي. لا بدك تحسني حالك سأليه مين امه واو هيني هيني لا بس عن جد بس الكومبيتيشن هيني بس عن جد وقتها بياكل بالبيت بياكل صحن لما بيروح عند امي بياكل تيمرض ما بيعود يوقف ما بشوفه عم بياكل عند حدا مثل ما بياكل عند امي هيدي ما بدها زعل هي بدها لا بس انه أنا بشتغل على حالي بهالسنين إنه أمي قلت لي أمه مثلا هي بصير تحبها وكني وبتشلني هول الأخبار هيني أمه طلب منها ما بقى تطبخ إيه إلي جنتي أنا ولادي طلبوا مني مام خلص مام خلص شفنا ما في بدهم يحللوا شكلك حطيني في محل حطيني مع السوق أنت حايس على نومة السوق ليه هالقد مأجل In your business command, you have ladies who work with you and who support you. Here, you run the business from a retail perspective, but then you have the kitchen. بنتعرف على حدا. ويني وين غادة؟ غادة راح. غادة إيه بدنا وقف على. ضيعنا غادة فبنروح نفتش عليها جايز. أكيد غادة عم تجهز شيء طلبين. أنا راح أترككم. وراح نشوف ربيع كيف بيتصرف مع ثلاث نسوان يا سلام تفضلي وي ار اوكي وير باك رجعنا لقينا غادة كنا مضيعينا سو كنا عم نسأل ياسمينة انه بهالبزنس اللي عم نشتغل عليه بدبي ماينس 18 دي اند نايت في حضرتك بالمحل رانينج ذا شو دوينج ذا هول ناين ياردز بس كمان بالمطبخ في حدا سبورتينج اس غادة كيفك شو أخبارك؟ My sister-in-law غادة is sister-in-law. So مش بس we work at minus 18. Her sister-in-law who is also a main pillar بالكيتشن. So كمان مع a bunch of boys بالمطبخ. ما كتير في boys بس. ما في كتير boys. هلا صاروا تعادلوا. إيه مش الحال. أكتر نسوان. مظبوط. صح. رجعنا على ال. إنه في. مش are doing excellent work. مظبوط. How does it feel running the show in the kitchen? على ما نشوفك ونسحب حكي من غادة بنسحب لا انه عادي انه يو انجوي ات ايه اكيد اند وات دو يو لاف اباوت ماينس 18 ذا ايس كريم اتسيلف بس دو يو ثينك وي ار دوينج اميزنج ايس كريم اكيد يو انجوي ات بيقول عن طبخات وعكري مثلا ياسمينة وغادة كيف بتشتغلوا مع بعض بماينس 18 ديك بلشنا من سنه ونص لنقول او حيصيروا لا سنه وشوي غادة كمان مثلي من باك جراوند مش ايس كريم او ديزرت او مانا اف ام بي يعني كمان تعلمنا سوا اذا بدك اكثر في قصص اختبرناها سوا في قصص قلنا انه لا هي بتزبط هي ما بتزبط خاصه قلت لك قبل ربيع انه الكونسبت نحن اخترعناه وبعدنا لهلا انا بقول له عم نعمل بازل يعني في قصص بنعملها ايه بنرجع بنحسنها بنعمل شيء بنرجع بنحط مش كونسبت جينا عملنا كوبي بيست وحطيناه مشان هيك في كتير قصص ومننسق كتير سوا غادة شخص كتير مهم بالشركة لأنه على الأرض بالمطبخ عرفت كيف دير
إكيب كبيرة، إكيب كل واحد من بلد، يعني مش إنه كلهم تيم كل عمره بيشتغلوا سوا. مش مسحة. أنا طول عمري بشتغل مع أولاد صغار، سو ما عندي مشكلة، يعني كنت ربي أولاد صغار، سو ما كان عندي مشكلة. Because you were at the nursery. مزبوط. Okay. So. بس كمان هون different cultures different mentality. كتب لبنان جيت لهون تحت لغة واحدة فينا نقول. قديش تستوعب العالم لأنه إنه واحد يربي أولاد صغار أصعب شيء معقول يكون. How many years? 17. 17 in a nursery. ما طوشت من بس صوت ولاد؟ لا. كنت أشتغل مع أولاد ومع نسوان، يعني في النسوان أصعب من الأولاد. إيه أمات. صعبة. ولا صعبة. بدي أقول شغلة إنه أنا وياسمينة مش بس سيستر إن لوز، وهي سيستر أكثر من إنه سيستر إن لوز. حلوة. إحنا الرلاسيون تبعيتنا اللي تجمعنا هي فاميلي وعيلة و فما عنا بالعكس يعني. أصلاً بفوتوا بنضحي سوا بنشتغل سوا. هدي بفوتوا بقول لي آه مش أنت بسوي يعمل آه مش أنت كنت مبارح آه. إيه بخرب. هلا أنا شو بقول لهم الحلو إنه آه بس أنا ضعفانة يعني. أنا بفكروا إنه سوري مش أنت اللي كنت مبارح. لا إنه لا ياسمين بس أنا بنبسط إنه أضعف. بس I love again كل your passion both of you عم يحط بالمحل. So كمان we need to keep pushing it hard and doing more. What's next for minus 18? كثير في مشاريع كثير في مشاريع. هذيك مرة عم فكر كنا تخيل انه ليش بس نهار 24 ساعة عم بيطوليهم بعض؟ لا ايه لانه قد ما في شغل بيوصل وقت تتلف اخر النهار، بس في كثير شغل بالنهار يعني. ليك دبي فيها كثير بوتنشل وفيها يعني بنعمل ايفنتات، عم نبلش نروح على الايفنتات. بدك لانه بنفوت بالديتيلز متعب اكثر بس الريزلت احلى. يعني بتفوت غادة بتفوت بتقلي ياسمينة الخشبة منا مبرومة على اليمين كانت مبارح مبرومة أكتر، هالقد ما نفوت بالديتايات. تعلمتها منا يعني. إنه غادة أنت اليوم أنت you run the department تبع الكيترينج والإيفنتس، يعني اليوم بيجي الريكوست لعند ياسمينة أنت بتحضريهم from making sure that the driver is on time, the person in charge on time, setting them up on time. It's not an easy task بدبي كمان. إيه لا الحمد لله يعني عم نوصل على القد. عم تعملين على القد مبسوطة؟ عم بيكون كل شيء ظابط، كل شيء on time، كل شيء. سألت الصبايا بشوي، حمرا الصبايا حلوة الصبايا. سألت الصبايا بشوي what's their top three achievements خلال تاريخ حياتهم؟ What's yours؟ هلا أنا يمكن ما عندي three top achievements، عندي الأتشيفمنت اللي عملته هو عائلتي أولادي يعني. So I'm so proud of that. وأكيد إنه اشتغلت مع كمان عائلتي يلي هن فادي وياسمينة. ولا it's an achievement. ولا لأنه بالعادة بالعيال it doesn't work out. It is an achievement. So الحمد لله. I want to say the third achievement for you. I love the fact that you work hard. You're a strong mom and you also you take care of your fitness. ايه اكيد. That's your third achievement. صح؟ انه بشوفك كل يوم تروح بتعمل رقد وبتمشي هيدا اكبر achievement. هيدا هيدا اهم واحد. هيدا اهم واحد. يعني كثير برافو عليك. ايه هيدا اهم واحد. ايه انه هالسبيريت اللي عندك كل يوم بتقوم you want to هلا اليوم ما قدرت اقوم وروح كرمال كرمال نجي بكير لانه ليش الحال؟ بس امبرسيف كيف بتقوم؟ you keep يعني عن جد مع كل شيء يمكن صعوبات بنقطع فيها بالحياة بس it's always nice. وما في منكر ونقول آخر كم سنة كانوا صعبين على الكل. It's been a tough time إن كان COVID إن كان ال situation ببلدنا وإن شاء الله أيام أحلى لأولادكم كلكم. بس كمان at the end of the day look at you. I mean you're shining. You look as bright as flowers and you keep pushing and fighting. You have kids. And I haven't seen one complaint on the table. I'm so proud. And I want to say that you don't deserve a day. You deserve a year and decades. Not because, again, not because... All human beings deserve. Everybody does. So, amazing achievements. يعني كل حدا لانيك سألت اليوم شو هن الاتشيفمنتس أبوكم بعدك ما نقيت التالتة. وانت ما نقيت الأبوات خلصت. لا أنا خلصت. أنا ما سألت سؤالة. كمان. في بعد اثنين pending. لا مش pending. أنا قلت عائلتي. There's a third achievement pending. And there's her question pending. ليك يمكن الأتشيفمنت الأكثر أنا بتروح عم بحكي أنا personally بتروح على القصص ال humanity. يعني مش humanitarian ما بعرف كيف القصص. Humanitarian. أوكي أكثر لأنه بتعرف بلبنان كل العالم حكيت كل العالم اشتغلت كل العالم بس انه في كوتي
اوكي نزلنا كلنا على الارض من بعد 4 آب اكيد، بس كملنا نحن جروب صغير، كملنا بعدنا عم نفوت على العيال. هيدي الكوتيل اللي عيب واحد يحكي فيها أكيد. بس انا عم بحكي انا بالاتشيفمنت تبعولي هيدا الكوتيل اللي بعدنا اون ديلي بيسس بنفوت فيه وبتشوف مأساة العالم والتعتير والفقر وال 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 هيدا الكوتيل، بس انا ما كثير بحب احكي فيه لانه مش حلو. No worries. What's your goal for 2023؟ Pick one, pick one, pick one. Who wants to go first? Goal. أنا I would say نلاقي نشوف أيام شوي أحلى، مش بس عم أنا بالنسبة لإلي مش لبنان المشكل، world wide في شيء مش طبيعي. أنا يعني نحن بلبنان شوي يعني مثل غرقانين بوضعنا، بس بالنسبة لإلي what is really hard is إنه world wide مش ماشي الحال، لأنه لما ما بيكون ماشي حالك ببلدك you can look up to another country or to another situation وتطمح تكون فيها. بس اليوم لما بتطلع وبتلاقي إنه كل بلدان العالم مضروبة، هزة أرضية، economy بالأرض من بعد COVID، الغلا، الحرب، كل هالمصايب، بتقول عن جد شو عم بيصير بالعالم، مثل كأنه ربنا عم بيقلنا إنه روقوا شوي لأنه حرقتوا دين العالم. سو بتمنى أنه بهالسنة شوي نرجع نشوف، برجع بقول لك مش لبنان worldwide، نشوف شيء هيك أنه مثل تعلمنا شيء أو تقدمنا بشيء أو رجع الخير من مال هالشغلة. لأنه I think COVID علمتنا أنه كمان في إشي كتير بعقلنا كان لازم we took for granted كتير. ما قدرناهم ما قيمناهم ولازم نتعلم منه أكيد. وما ننساها انه راحت وخلصت. مع هلا اليوم اللي عايشين فيه no, it's the سنتين. ليك بدي اقول لك شغله، عشنا سنتين ما عشنا ماشي، هو اللي بلزم ما حسبه. حطيت حياتك on hold، عشت بالخوف وبالرعب، عشت بالقلة، مش القلة المادية، عشت بقلة كل شيء، قلة الانسان، قلة المحبة، قلة اوكي for 2 years. Then لما نخلصوا هول السنتين في عالم مسحت الجاية واعتبرت انه الحياة عادة ما صار شيء، whereas it's not true. لأن احنا اليوم الوضع اللي وصلنا عليه globally is a result of COVID. قبل COVID ما كان صار هيك، يعني عمل مثل إفي بولدوناج، يعني راحت الإيكونومي بهالبلد، ضربت هيدا البلد، راح هون عملوا الحرب، هيدا وقف مع الروس، هيدا وقف مع علقوا ببعضهم، وقفوا كله، اجا مثل a result of COVID. وبعد في عالم بيقولوا لك انه شو كنا مساتيل، شو قديم القصه. It was عم نعيش a couple of years back. 2023 نال بتتمنى انه humans stay humans and remember that we need to be humans at all time and not take what happened for granted. اكيد. 2023 شو بتتمنينا؟ انا شو بتمنى خير للجميع. هيدا مش عم نحكي اذا بدك achievement personally. بدي انا شو بدي شو عم شوف لقدام، بدنا نروق ون تعرفي قصة بيجيك ساين بالحياة إنه هو wake up، إنه روق وين راكدين. إنه أنا بس أقول تبعي وين راكدين، عم نركض كرمال شو؟ مش عم بقول أنا نقعد ساعة تنتين نكون بالبيت وما عم نعمل شيء، بس إنه let's enjoy each moment، cherish them، إنه إيه إنه نروق نشوف القصص، نستفيد من كل شغلة، من كل قاعدة، من كل عالم بنحبه نهتم فيها، إنه نحب نستفيد منه، انه عم نركض كله مثل ما عم بقول وقفت سنتين من حياتنا. انا بقول اكثر، نحن اللبنانيه بعد اكثر وقف، انه عم نركض. طيب اوكي راكدين، وبعدين بنكون بالسوبر ماركت، يلا طيب يلا لوين ما رايحين، على البيت ورح نضبهم، انه بس خلص فتنا بتوربيون. اذا بدك شوبينج يعني كان مش تو انجوي ات از ا فاميلي ناو از خلص على اوردرت اونلاين، سو وي لوست ا فيو فاليو. كل شغله عم نركض فيها، عم نركض 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 نركض، اوكي بعدين True. ليش شو عم نركض هالقد ولوين؟ انه انا بدي روق هلا، بدي عم علم حالي انه هيدي مثل اذا بدك سيلف ليرنينج، انه خلص انه خلينا نروق. اوكي كل شغله رح تزبط، حتزبط وقت لازم تزبط. عروا مش الو ربيع وينك، يلا بدنا نعمل يلا كل شيء بيجي بوقته، لازم عن جد بعتقد بالقدر معنا، طالما في روح طيبه وحلوه everything will come into place. 2023 لغاده غير انك تعملي بوزه وكيكس بعقده اكثر. صراحه انا ما
ما بعرف انه ما بقى عامل بلان او ما عندي جول. انا عرفت you live your day by day. ايه عم living day by day. بس وين هيك ايه اكيد انه تجتمع العائلة ترجع، عرفت؟ لانه اللي صار معنا انه صار كل واحد ببلد وصارت العائلة مفككة، وهذا هو اللي بتمنيه انا بحياتي. Getting together. مش عائلتي الصغيرة، عائلتي الكبيرة، يعني هي اهلي اللي كبروا واخر شيء صاروا لحاله. سو هذا بتمنى، واكيد بتمنى الخير ولكل العالم، ويضل في خير، يعني يضل في عالم عم تعمل منيح، عم تعرف تحكي مع بعضها، لانه بحس العالم كله بوجود beautiful people like you I'm sure حيضل في خير ولقدام. اذا كانت الايس كريم it represents let's say I don't know. Let's say it represents something to you. Each flavor represents something. So we would like to كل واحدة منكم تطلب ice cream. And what does this flavor mean to her? Pick one. Coffee. Something we have on display. Don't make it hard. We have to. Actually, we have. We have to. No. No. We have. No. You want? No. I want a scoop. عنا بس بالمطبخ. في coffee. We have on display. So lemon. Lemon sorbet. We have them, so right? Yes, yeah. Yes. Okay. And we also have to say that we have a girl who works with us at Minus 18. Her name is Anjanette. Superstar, you're preparing for someone? Yes, sir. Okay. We have an order. You see, she's priorities. Customer comes first. So lemon, why lemon? بيقطع الأشياء المرة. بيهدمك. بيساعدك. تنسى بسرعة. تنسى اللي صار. بتقطع كتير اشياء هيك. Lemon sorbet. انا اقول go for اشتا. Why? اشتا ايه اشتا ايه الحياة حياة اشتا. لا بتردك على انا بكبنع ببيروت الاشتا. تعني لك بيروت كتير بيعني. صح هيدا كان سؤالي الا ما بدأ اتشك. شو؟ قديش كانت صعبة لالا فلت لبنان. كتير. تجي تقعد بالإمارات. لا أنا بعرف. ليه غصيت؟ إيه كتير. موضوع لبنان هالقد يعني إيدي؟ واو. نولد غادة. سو قشطة بتردك على بيروت؟ دسمة. القشطة. هيك fulfilling. إيه ما بعرف. صعبة 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 صعبة. واو. غادة. أنا الراسبيري. Why? شو تشويس؟ لأنه بريزنت لوف هيك لون الحب. Love yourself. هيك ثلاثة ديفرنت. واو مخيف الميلانج كيف. بس انت قشطة is your favorite بالحياة؟ قشطة لا it's not my favorite بس هلأ عم بحبها أكثر لأنه هي دغري عن جد في طعمات أوقات بس مزبوط انه ما لقيت القشطة مثل كأنك لبنان غريبة البنات بيجوا امبارح اجى حدا قال بدي اكل طعمات لبنان بدي القشطة بدي المفروكة بدي احس انه انا بلبنان هي بوزة القشطة خلقت للبنانية يعني الشيء لبناني يعني انه ايه القشطة هي لبنانية تستوى الحلبة So raspberry for love قشطة for Beirut and lemon to forget تأهدم تقطع الاشياء بيقطع واسرع باي باس وانا انتني ما عم يسمعنا بلا تنسى وراء الكواليس شو بدك تعمل let's come sit with us let's end it together يلا Because we have to ask you a question now. خير. يطلع صوت معك يا. صوتي عالي. بعرف. Ange, can we have you? Okay. I had a nice emotional slash challenging slash. Thank you for leaving me. I had a very emotional, challenging, interesting discussion with the ladies. بس سألهم كم سؤال هلا أنا بدي أسألك إياهم لك أنت. What's your top three achievements in your life? حلو. ايه شو. بس نحن بنكون هذا. حلو كتير. بلا ما تفكر. أول شغلة بتجي على راسك. ما علي حياتي. رسي من تحت رسي. تعرف هي أنه اليوم درست 10 سنين. اشتغلت 11 سنة وإذ بنهار قررت سكر الباب.
هيدي 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 بدها قوة. في كتير ناس بتسأل أنت سكرت الكلينيك كيف حضرت حالك نفسيا على الموضوع؟ أخذت معي تسكيرة باب، نمت قمت، فهيدا بعتبره achievement كبير. ما بيقدر واحد ما يزعل. هي الاتشيفمنت انه تغيرت حياة. مزبوط. يعني مش تسكيرت الكلينيك ك تسكيرة. تغيير حياة صح؟ ايه. رح كفي بذات المنطلق اقول انه من انا عمري 15 سنة بعرف حالي شو بدي، وشايف على 30 شو بدي يصير، وعلى 40 شو بدي يصير، وعلى بالك على 50 مش هقول لك، بس انا على 50 شو بدي يصير، وعلى 60 شو بدي يصير، و believing in asking the universe and it will happen. بعرف السيارة رح اشتريها وليش؟ بعرفهم كلهم، ما بضرب الرمل، ما مني مش الحايك اسمه، لا بس ان يو اسك ذا يونيفرس يو جيت اند ذات اتشيفمنت اوف يس بيليفينج ان ذا مايند سيت، وتشتغل بالسب كونشنس تبعك وتقول بدي اكون مبسوط كون مبسوط، بدي اوصل بوصل، بدي انجح بنجح، هو اللي كثير مهمين. اند ذا لاست اند موست امبورتنت بارت هي العائله، هي تقدر تجمع مع سفراتك وتعبك وشغلك والببليك فيجر والناس والعالم كل هول عائله متضامنه بتحب بعضنا ماكسيمم. وقديش صرنا نعرف بعضنا؟ ايش نعرف بعضنا؟ طب دروي يعرفوا عمرنا؟ ايه صح، بقى بقول لهم 36 سنة بنعرف بعضنا. كيف عشت كل سنين معك؟ لا ما عشت. ما عشت. فنحن بنعرف بعضنا من 36 سنة، جوزنا سوا من 18 سنة. سوا من 18 سنة، جوزنا 14، فهول هول بتفكر فيهم انه فيهم بلايستون، فيهم شغل يعني. ايه يعطيك العافية انه تعبتك معي ما تروح رزني عم بتقضي. When I asked the ladies what's their favorite to match the flavor of ice cream to something that means to them, Nell said lemon sorbet to bypass, Yasmina said ashta for Beirut, and Ghada said raspberry for love. What do you say? رح اقول رح انقل منك يعني. انا اليوم قشطه لانه بتعرف بكون نحن بنصور كل يوم تقريبا مشوار 5300 فيديو ما اجوا بالغلط، سو نحن بنصور كل يوم كل يوم، بنكون اكلين وعشر وقفات وبدي ارجع اتعشى بالبيت مع العائله، بس في وقفه القشطه هاي كثير مهمه بلبنان وين ما كنا بتضيع. فاي لوف قشطه، قشطه تكون مشغوله مزبوط. ما بحب البوزه الدلعه ابدا، ما بحب هالبوزه الثقيله، ما بحب البوز دغري، بحس الباودر، بحس الجيلاتو التشيب، ما بحب البوزة الدلع، بس القشطة مع كل تقلتها والألف كالوري اللي بقلبها لوف. ليش؟ لأنه ليش القشطة؟ القشطة هي 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 قشطة الحليب، يعني منه اختراع كتير مفلسف، بس هي انتنس ميلك. بدك تكون بتحب الحليب، بدك تسكر عيونك وتتذكر أنه أنت من وقت ما عمرك 3 سنين لوقتها ما عمرك 15 سنة أكلت حليب وكورنفليكس كل يوم. بدك تكون من هالقد. وأنا برجع بتذكر المعزة اللي بلتقى فيهم والغنم اللي بلتقى فيهم والبقر اللي بلتقى فيهم بتضيع، وضيعة اللبنانية هي بالقشطة. هيدي الكمبيت اكستريم. On the other hand فيني أكل هالبوزة اللايت السوربي كل يوم كل يوم كل يوم، ودايما صار بدنا نجيب بوزة على البيت، بنجيب ليمون. هالإحساس تبع الفراغ بلا ما يكون تلج بس intense with flavor، بحس انه اذا اكلت سوربي فينا 10 وقفات تشيلهم رجع بلش 10 غير. So sorbet is energy to Anthony؟ Definitely، لانه نحن بتعرف بالفرنساوي في شيء اسمه ترو نورمان. So ترو نورمان هو ساعات انت بتكون عم in a fine dining dinner، so بتبلش بالستارتر، بعدين في عندك second dish and then comes that ترو نورمان. ترو نورمان هو بغير لك طعم التمك اللي هي usually a lemon sorbet with probably a limoncello sometimes or a cognac or something that is might be alcohol or not, but the main thing is the lemon sorbet where you eat, you digest in a direct way, cleanse and start again for a different course of direction in your meal. So the sorbet comes in whenever يعني حتى نفقع ببطن شو بد غمة تاكل سوربي بتحسن شو ما ناكل هلا again. And first of all, so Anjanette is also a member at خليني أودعكم minus 18 بصيروا أربع بنات معك. Oh my god have some. But there's no mics. Anyways, Anjanette is also a barista at minus 18, so she does amazing coffee. So if you're in the area, please make sure to pass by and have great coffee at minus 18. She's also in the morning, she's here, she's on her own, she's running the show, serving customers, smile on her face the whole time. How do you feel working all day long? Feels good every day, especially in the morning, sir. Yeah, you love the mornings?
Yes, sir. You're always bright and happy, and you have your lipstick on, the cap, and full of energy. If you are to pick one ice cream, what ice cream would you feel? And tell me, which one would you pick and why? It's my favorite, sir. It's a chocolate, chocolate orange in the milk hazelnut. Why? I think it. What does it mean to you? What does chocolate mean to you? It feels like, actually, sir, it's when I was a kid, my favorite, it's chocolate. Since you were a kid? Since, so it reminds you of your childhood? Yes. Great. So can we have lemon sorbet, chocolate for you, ashta for Yasmina, and raspberry for Ghada. Can we have one for each, one scoop for each, please? Yes. Please. Thank you. So we're going to have our ice cream. Please, يلي ما بيعرف minus 18 يجي يزور minus 18 يتعرف على التيم الرائع غادة وياسمين are always here. نحن بنعطي من القلب. So please تفضلوا. By the way, every morning from 10 o'clock to 2 p.m. with every coffee you have, you get a freshly baked croissant which is so yummy. Don't miss that. Anyone after 2 p.m. تعالوا, try our coffee, try the ice cream here, try the eclairs, the cakes. Don't miss out. You have a team that will share with you all the happiness of the world. Fresh ice cream, naturally made, artisanal ice cream, no preservatives, no sugars, no colorings, no extra purees. So you'll have good ice cream, which ice cream بتوجع على البطن. So join at minus 18. Have fun. Thank you, ladies. High five. Thank you, Rabia. Have a great day, and we'll see you soon. Yalla. Stays and chats. More episodes to come. Antony Mkhabba Wara, so you see more. Take care and have a beautiful day.